بتوجيه معالي وزير التربية الدكتور محمد إقبال الصيدلي بتشكيل اللجنة الوزارية المكلفة لمتابعة الرواتب المتراكمة لعام 2017. باشرت اللجنة بمهامها منذ تشكيلها متواصلة مع الأقسام الرئيسية والمعنية بذلك، قسم الحسابات وقسم الموارد البشرية، لتثبيت الأوليات المطلوبة من قبل وزارة المالية لرصد المبلغ المخصص لها. شكرنا وتقديرنا لمعالي الوزير والاهتمامه بتربية نينوى من المدرسين والمعلمين، وهذه المبادرة لعدم ضياع حقوق المدرسين والمعلمين. تواصل اللجنة الوزارية عملها وبإشراف مباشر من معالي وزير التربية الأستاذ الدكتور محمد إقبال عمر الصيدلي في متابعة صرف الرواتب المتراكمة لعام 2017 لموظفي تربية نينوى. العمل يسير بانسيابية عالية وبتعاون الجميع، متمثل بالشخص السيد المدير العام الست صافية حمدون وقسم الحسابات وقسم المعلوماتية. العمل إن شاء الله سيتم خلال الأيام القادمة، وسترسل القوائم إلى وزارة المالية من أجل استحصال الموافقات الأصولية. وهنا لا ننسى جهود معالي وزير التربية الأستاذ الدكتور محمد إقبال المتميزة في استحصال الموافقات الأصولية من وزارة المالية من أجل إيصال هذه المستحقات لأبناء مدينته الموصل. بإشراف مباشر من قبل معالي وزير التربية الأستاذ الدكتور محمد إقبال عمر الصيدلي، باشرت اللجنة الوزارية المشكلة لغرض متابعة صرف الرواتب المتراكمة للعام 2017 لموظفي المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى عملها لتنظيم القوائم الخاصة لمستحقي الرواتب المتراكمة للعام 2017، والعمل يسير بانسيابية عالية وبتعاون جميع المحاسبين والمبرمجين المخصصين لهذا الغرض. إن شاء الله سيتم الانتهاء من هذا العمل خلال الأيام القليلة القادمة، وسترسل جميع الأوليات إلى وزارة التربية لغرض التدقيق، ومن ثم إرسالها إلى وزارة المالية.